هم وافقوا ولا عيوا. يعني شنو؟ قالوا نطروا لما نرجع اللي بيده أمرها. والله ومن هو اللي بيده أمرها؟ ولد عمها حمود. أنا أبو جاسم يلعب علي سلوم الطرار، أغاويش فيه إذا ما أذله قدام كل الناس وعلمه قدرة مالي أبو جاسم. والله نشديت نفسي عن الأكل. أنا يرد ولدي جيلي للحياة اللي ما يستحي على وجهه. هذا وانا ناوي اساعده بعد، بس ما يستحي. هذا فقران، بيظل فقران وطول عمره فقران، ما له الفقر ان شاء الله. وسع صدرك يا ابو جاسم، وسع صدرك ولا تحر نفسك. وبدال بنتهم الف بنت، وكل اهل الدير يتمنون يناسبونك. اعلمك يا سلوم، اعلمك دروبك وبتشوف بتشوف. ريح بالك انت بس. ننام الحين وما نصبح افلح. يا الله يا الله عليك وعلى غيرك. شيل يرجع فيا ان شاء الله.